عسلامة عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باش نقدم لكم روسيت متاع كعك اللوز بطريقة بروفيسيونيل، سهل برشا وبسيط، تنجموا تحتفظوا بيه لمدة شهر واسبوع، يمكن حتى اكثر من شهر. يعني روسيت سهلة برشا وبسيطة. يلا نمشيو للمقادير وطريقة التحضير ما نطولش عليكم. لهنا عندي كمية متاع لوز مقدارها 800 غرام، وعندي لهنا 200 غرام متاع سكر محور اللي هو سكر غلاس نات بدون نشا، يعني سكر غلاس سبيسيال. وعندي لهنا المقدار اللي باش نعمل بيه السيرو اللي هو عبارة على 150 غرام متاع فوندون مش عجينة سكر، فوندون سبيسيال حلويات. عندي عليه 80 غرام غليكوز، وعندي عليه 100 ملليلتر من الماء. باش نحط المقادير متاعي الكل على النار ونخليها تغلي لين توصل لدرجة حرارة 108 درجات، ومن بعد تالي باش نزيد عليها 50 ملليلتر متاع ماء الورد، تنجمو تعوضوه ماء الزهر. باش نحط المقادير متاعي على نار متاع السيرو، ومن بعد تالي نخليها حتى لين تبرد باش نستعملها في الخلطة هذي. روسيت القديمة يعملوها بالعطر شيا ولا ماء الورد ولا ماء الزهر، كل واحد وذوقه. لهنا بالنسبة لي الحلاوة ممتازة، يعني ما تستحقش برشا سكر آخر. مش نحطوا المقادير هذو مزوز على بعضهم اللي هما السكر المحور واللوز، ونبعتيلي باش ننخلوهم، حركوهم مليح ومعتيلي ننخلوهم. ملاحظة مهمة، ماذا بيكم تستعملوا القفازات اللي جوندويت البلاستيك سبيسيال باتسوري، وتستعملوا ريسيبيون ما يكونش باللوري، يعني ريسيبيون يكون بلاستيك، ولا المهم الباز متاعو ما يكونش باللور وإلا لوح وإلا إينوكس، خاطر المكونات المعونة ذاك اللي تعجنوا فيه يلصق لكم البات متاعكم. دونك لهنا باش نبسبسها المكونات كل مع بعضهم. ملاحظة، اللوز متاعي منخول والسكر كلاس كيف كيف منخول. بعد ما حركت المكونات اللوز مع بعضها، باش نضيف عليهم قطرات من روح اللوز اللي هو الماركة متاعو حازم. ملاحظة، روح اللوز ماذا بيكم تعملوا روح اللوز دوس، يعني ما يكونش اك روح اللوز اللي عاتي على المرارة وإلا روح اللوز القوي. لهنا باش ناخذوا كمية السيرو متاعنا، باش نبداو نضيفه في السيرو بشوية بشوية بقدر ما تتلمنا البات متاعنا، لين تولي بات رطبة مزيانة وليس، ويعني ما تكونش شايحة وما تبالغوش في عجنان اللوز لين يقر زيتو. ماذا بيكم ما تبالغوش برشا، تعجنو زيت شوية شوية قيس ما تتلم العجينة فقط. لهنا البات متاعي بخيت حاضرة، باش نبداو نكعبروها ونخدموها للوصفة متاعنا. باش نقعد ديما ساعة على ساعة، كي نحسها ناقصة سيرو باش نزيدها شوية سيرو، يعني بدون مبالغة. ورد بالكم تحطوا الكمية الكل مع بعضها وتوحلوا فيها. لو فرضنا جاتكم العجينة جارية، ما عليكم كي تزيدوها أكثر لوز، أما رد بالكم تزيدوها أكثر سكر محور على خاطر مع مطعم السيرو باش توليكم حلوة برشا. شوفوا البات كيفاش ولات، ديجا هيك البات سما حاضرة طرية مزيانة وسمحة باش نخدمو بها. لهنا العجينة متاعي باش نقسمها على 4 بول، 3 بول لميم ميزور، شحور راني فضلت فيه مستعملتوش الكل. باش ناخد 3 بول، كل بول توزن 300 غرام. ثم بتبيع لكم حرية الاختيار، تنجموا تقسموا العجينة متاعكم جوست بالعين. لهنا العجينة متاعي بعد ما قسمتها بالتساوي 3 بول 300 غرام، والبول الاخرى نحيت على جنب باش نعمل بها هيك الحلويات الاخرى اللي موجودة في الصحن
اللي شفتوها في اول فيديو. لهنا عندي كولوران جيل اليمونتير روج. ملاحظة بالنسبة للحلويات التونسية، من المستحسن تستخدموا الكولوران اللي يكونوا جيل، الريزلتا متاعهم مزيانة وأحسن من الكولوران البودر وبأقل يعني عذاب وكل خدمة، باش البات متاعك ما تقلش زيتها. باش نلون البات متاعي ومن بعد تالي باش نستعمل الكولوران فير بودر ونلون به زادة اللقمة الخضراء، البول متاع الليموند الخضراء. كيف ما شفتوا عملت بول روج عاتي على الروز، بول فير والاخر البول خليتها بلون، باش نرول البول متاعي لين تولي بودان كيف ما شفتوا بالطول. كيف باش ننفذ نفس العملية مع التروا بول حتى لين نتحصل على تروا بودان بالشكل هذاك. باش نحطوا البودان على بعضهم وباش نبداو نلفوا في البودان كامل لين نتحصلوا على ضفيرة متاع الوان. الطريقة هذه سهلة برشا وبراتيك ويعطيونا كعبات مزيانين. لهنا على خاطر البودا متاعي طويل شوية باش نقسمه قدامكم على اثنين، وباش نبدا من بعد نقسم فيه تبتدي ديتاي وزن الوحدة الواحدة، معناها كعبة البول داموند ولا كعبر اللوز، الوزن الوحدة القطعة الواحدة تنجموا تعملوها من 15 غرام حتى 16 ولا 17 غرام، فما شكون حتى يخدمها 15 غرام كهو ولا 10 غرام، كل واحد وكيفاش. بالنسبة لي قصتهم الكلهم 15 و16 غرام. ومن بعد تالي باش نبدا نكعبر فيهم براحت اليد لين يوليو دي بول كولوري كيف ما تشوفوا فيهم هكاك. لهنا ملاحظة ما تقعدوش تعملوا في كل بول وحدها بالسكر كيفنا هكاكا، باش نعطيكم استوس تسهل عليكم برشا وبسيطه. لهنا الكيسان اللي باش نستعملهم للبول داموند باش نستعمل كيسان نمرو 5. سمحوني على صوتي شويه كانوا موش واضح. الاستوس اللي باش نعطيه لكم هو انكم تحطوا كميه السكر متاعكم سكر عادي، سكر حبيبات عادي، باش حطوه في ريسيبيون كبير كيفنا هكاكا وتبداو تحركوا لي بول الكل مع بعضهم، دونك كلهم يتغلفوا بالسكر من غير ما تمسخوا يديكم شاك فوا تطلعوا فيها كعبه. طريقه سهله برشا وبراتيك وياسر مزيانه. كيف ما شفتوا نكعبرهم براحة اليد الكل كيف كيف، ومن بعد نحطهم في الصحفة من غير ما نمس السكر، جست ناخذوا الصحفة على جنبات ونبداو نحركوا فيها في شكل دائري باش تلقاو اللي الكعبر اللوز نتاعكم الكل تغلفوا في السكر فاسيلمون من غير ما نمس السكر اشاك فوا نكعبروا فيها كعبات. بالشكل هذا نكونوا ديجا مرمدنيهم الكلهم في السكر العادي سكر حبيبات عادي. الوصفه متاعنا كيف ما تشوفوا سوبر فاسيل سامبل وبنينه بينا برشا، شكون منا ما يحبهاش كبار ولا صغار. توا جاي العيد ان شاء الله عيدكم مبروك، كل عام نتوما حيين بخير وسنين دائمه. هذا في نطاق الحلويات اللي نعملوها في العيد الصغير واللي هو عيد الفطر. وهذوما كعبارات اللوز متاعي حاضرين امورهم مريقله مزينين يعملوا 66 كيف. العجينة الباقية عملت بها كعكات اللوز وعملت بها الوردات، أما رسالة الكعك العنبر تلقاوها تحت في صندوق الوصف، وتلقاو زادة رسالة الحلو اللوز متاعك متاع اللي معمول بالبيض اللي تيب في الفور، تخليكم الروابط الكل تحت في صندوق الوصف. توا ما بقالي كامش نقولكم إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر ووصفة أخرى. بسلامة.